وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد. هنناقش النهارده موضوع مهم جدا ويجب ان نتحدث عنه. موضوعنا النهارده متعلق بالازمه القلبيه. لذلك استضفنا معانا النهارده دكتور حسين حشمت، استشاري طب القلب التداخلي، وهو استاذ طب القلب بكليه الطب بجامعه القاهره، وهو ايضا زميل الكليه الامريكيه لطب القلب وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. لذلك دكتور حسين هو أفضل شخص ممكن يكلمنا عن الأزمات القلبية ويناقشنا باستفاضة ويعرفنا الموضوع كله بالتفاصيل. مرحب بك يا دكتور حسين، أهلا وسهلا. أهلا بك يا مرت، وأهلا بك بالمشاهدين على الفيسبوك وباقي المنصات. دكتور يعني إحنا متشرف ان احنا بنعمل معاك هذا اللقاء ونستفيد من خبرتك. لا، الشرف لينا يا مرات، احنا ده واجبنا ومهمتنا ان احنا نوعي الناس بالامراض، لان وعي المريض بيفرق معنا احنا جدا كاطباء في مدى تحسن ومدى علاج، في الاخر ده بينعكس علينا احنا بنقدر نعالج المريض احسن، بالتالي الوعي ده مسألة غاية الأهمية. دكتور، في البداية بما أننا هنتكلم عن الأزمات القلبية، محتاج من حضرتك تفهمنا بشكل مبسط إيه هو أو إيه هي الأزمة القلبية وكيف تحدث؟ الأزمة القلبية هي للأسف الشديد مرض شائع جدا يصيب ملايين الناس كل سنة عبر العالم. الأزمة القلبية هي عبارة عن أحد مظاهر تصلب الشرايين التاجية. تصلب الشرايين التاجية هو مرض بينشأ في أغلبية الأحوال من نمط الحياة الحديث أو السيء اللي احنا بنعيشه، بيؤدي إلى تداعيات كثيرة. التداعيات دي تؤدي إلى أن جدار الشريان بيمتلئ بمواد صلبة، منها تكلس، منها كوليسترول، منها خلايا متليفة، منها خلايا ملتهبة، وتفضل هذه التصلبات تتراكم داخل جدار الشريان وتملاه أكتر وأكتر وأكتر. في أحيان كتير المريض ما بيكونش عنده أي أعراض، لأن الدم لازال قادر على التدفق رغم الانسداد، يعني مواد عمالة تتراكم. اعتبري حضرتك إن الشريان ده زي بكرة ماشي فيه مية أو دم، بعدين كل شوية نحط فيه طوبة زلطة حجارة من الناحية بس النهر يجري، دم لازال يسري. تحصل في لحظة بسبب ما بيحصل زي تشقق أو مزق في جدار التراكمات دي، فبيحصل حالة من الالتهاب الحاد جدار الشريان تؤدي إلى أن الشريان يتجلط، وهو عليه تراكمات بقالها سنين طويلة وإحنا غافلين عنها. بعدين فجأة بيحصل حدث ما يؤدي إلى شبه انفجار كده صغير داخل التراكمات دي، فالجسم يتفاعل معها ويؤدي إلى تجلط أو انسداد الشريان. القلب عضو حساس وعضو متطلب. يعني ايه متطلب؟ لان هو نشيط بيدق كل دقيقه من في الطبيعي من 60 ل 80 او 90 دقه، كل دقه وراها مجهود ضخم بيتم جوه القلب، فبالتالي احتياجات القلب من الاكسجين والجلوكوز والتغذيه احتياج عالي. تخيلي بقى ان خلايا القلب الحساسه دي اللي على طول شغاله شغاله شغاله، حضرتك جيتي في مره وقطعتي عنها شريان الحياه، بتحس بجزء منها بيصاب كأنه هو اتخبط على راسه ويتوقف عن الحركه، الجزء اللي اصيب اللي الشريان بيغذيه يتوقف عن الحركه ويبدا يصرخ، يبدا يبعت اشارات تنبيه يا جماعه انا مش وصلت دم حقوني. الإشارات دي ممكن المريض يحس بيها في صورة الأعراض، وطبعا بعد ما بيحس بالأعراض يبقى ساعتها
بدأت الأزمة الحادة تتطور، ساعتها لازم يبقى في إجراءات يعملها المريض، تعملها الأطباء. طب يا دكتور، يعني الأعراض اللي بيبتدي يشعر بيها المريض بيبقى بعد ما مواجه المشكلة قبلها بفترة؟ يعني المريض بيبتدي يحس بالأعراض لما تبقى المشكلة اوريدي مبتدية من فترة؟ بصي، المرض زي ما اتفقنا بيبدأ صامت. أغلب الناس بتسأل من علوم يا جماعة دي أزمة قلبية، تقول لك معقولة دي حصلت فين، ده أنا كنت كويس، لأن الموضوع بيبقى تراكمات وهو مش حاسس بيها لأن الجسم قادر يتكيف معاه، لكن بتيجي في لحظة الجسم ما بيقدرش يتكيف معاها، بيحصل الانفجار ده، بيحصل من شريان ينسد، تبدأ الأعراض الحادة اللي غالبا بتجبر المريض إنه ينزل يروح المستشفى من كتر الألم. شكرا لحضراتكم على الاستماع. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتحدث عن الأعراض المحتملة للأزمة القلبية وعن آلام الصدر المختلفة. أي الآلام الصدرية يشير إلى أزمة قلبية، وأي الآلام غالبا بعيد عن الأزمة القلبية. انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.